ان حضرتك جبت سيره الزمالك الغريم التقليدي، خلينا نتكلم برضو على الزمالك افريقيا. تعادل في مباراتين، يعني نقطتين من مباراتين، فرص وحظوظ الزمالك وشكل النادي الزمالك افريقيا اخباره ايه؟ الزمالك في النقطتين اللي حصل عليهم في دور المجموعات لحد دلوقتي لا يلوم الا نفسه، يعني مباراه اتحاد مباراه مولوديه الجزائر هنا اللي وبعد كانت كده تونجا لا يلوم الا نفسه. يمكن الزمالك كان طلع وقال ان لينا ضربه جزاء، اوكي ليك ضربه جزاء صحيح ما حدش اتكلم في ده، لكن بخلاف ضربه الجزاء انت فين؟ انت فين مع تامن الدوري الجزائري اللي مع كامل تقديره واحترامي ليه فريق ضعيف جدا، ده جاي يتغلب مش جاي يتعادل حتى. كون انه خد منك نقطه دي اديت له يعني خليته قدر يعافر مع الترجي على ارضه في الجزائر في الجوله الثانيه وتعادل 1-1، هو اللي كان متقدم كمان، يعني خليته ده انت دخلته اللعبه، انت الزمالك هو اللي دخله اللعبه، وبعدين بالتعادل مع سنديب تونجيت عفوا السنغالي، هو فريق حديث العهد اول مره في حياته يلعب في دور المجموعات، لكن ما ننساش ان اخر ماتشين ليه قبل الزمالك، قبل ما لعب الزمالك كان لعب الرجاء في المغرب وكسب، ولاعب الترجي في تونس وخسر في الوقت في الدقيقه 86 او 87 بهدف مشكوك في صحته للترجي ده، وحتى شكى الترجي للكاف او شكى الحكم يعني للكاف ان الهدف غير صحيح. فريق مش ضعيف لا يستهان به، لكن ده مش مبرر ان الزمالك يتعادل معاه. طبعا لا ننسى كده بين قوسين المشاكل الاداريه اللي حصلت في الطياره الخاصه والكلام اللي بصراحه يعني ايه اللي حصل في الموضوع؟ لا ما هو كان الطياره كانت اتاخرت، يعني الزمالك وصل قبل المباراه بيوم واحد ما اتدربش على تدريب واحد، طبعا ده لا يلام احد فيه الا الزمالك نفسه اللي هو اخطاء مش عايز اقول بقى ساذجه جدا ما ينفعش يقع فيها نادي كبير زي نادي الزمالك، الطياره مش عارف اصل ما عرفش تعدي الاجواء اصل ما خدتش التصريح، ده كلام طبعا ده تهريج، امال واخد طياره خاصه ليه؟ ما كنت سافر السفر عادي بقى. طيب فنيا احنا يعني لو تابعنا المباريات، مباراه الزمالك سواء محليا او افريقيا بيمسك الكوره بيعرف ينقل ويتحرك وان هو يوصل ويوصل للمرمى في اكتر من مره. ولكن هل مصطفى محمد سايب فراغ كبير؟ اولا مصطفى محمد ما كانش هيلعب اول اربع ماتشات في دور الابطال لان هو موقوف اصلا من بعد مباراه النهائي هو حسين الشحات لو حركته تتذكر، وبما ان الزمالك ما لعبش دور تمهيدي ماتش الغزاله ده اللي اعتذر انسحب، فالزمالك عنده اول اربع جولات، يعني هو لا كان هيلعب ماتش مولوديه ولا كان هيلعب ماتش تونجيت ولا كان هيلعب مباراتي الذهاب والاياب الجوله الثالثه والجوله الرابعه مع الترجي، فاذا هو ما كنت فاقده في دي فما نحملش عليه قوي لان مفترض. انا اقصد انه لعيب بجوده مصطفى محمد هل انت مفتقد ده؟ طبعا مفتقده لان دي اكبر ازمه، عارف مشكله موسيماني ايه مع النادي الاهلي؟ ان الفرص تيجي اهداف، لو الفرص جت اهداف او حتى 70 80% من الفرص دي بتاع النادي الاهلي مثلا جت اهداف، موسيماني ده اعظم مدرب في العالم مش في مصر. لا هي برضو نفس المشكله في الزمالك ان انت اللي بيترجم لك الفرص دي اهداف مش موجود، مصطفى محمد طبعا بسم الله ما شاء الله احنا شايفين عامل ازاي هنتكلم عنه بالظبط. فانت مفتقده طبعا طبعا مفتقد حاجه زي مفتقد اللي يعمل لك ده، انت النهارده عايش بقى على مهارات بن شرقي، مهارات واحد زي ساسي، امام عاشور، يعني الحاجات المهارات الفرديه اللي موجوده وما اكثرها في نادي الزمالك، بس في النهايه انت مش بتسجل، يعني في النهايه انت مش بتسجل، يعني حتى في الماتش الاخير انت في الدقيقه 93 جات لك فرصه جات في العارضه كان ممكن تسجل، بس في الاول وفي الاخر دي اجتهادات شخصيه، يعني جهد لاعب ما اعرفش كان اوباما ولا مين مش متذكر. صحيح. جهد لاعب بعض التفاصيل كده او القرارات اللي بتبقى في اللحظات اللي الفارقه بتفرق او بتبين خبره لاعب عن الثاني. اصل كمان الصندوق ده ليه ناس معينه، مثلا الكابتن حسام حسن كان ليه مهاجم مصر الاول، هو ما كانش مهاري بقى ولا يرفع كوره ولا مش عارف ده، بس هو في الصندوق بيجيله يحطها جون براسه بقى برجله مش مهم، بس هو دي مهنته او ده وضعه كذلك. قناص الفرص. بالظبط القناص، حضرتك قلت الكلمه صح، القناص. يمكن مصطفى محمد طبعا مش عايز كلام، يعني وكمان لسه صغير فطالع في الحته دي، فدي فرقت مع نادي الزمالك، خلينا نتكلم بامانه.